الحجج بتاعت الإلحاد المعاصر أنا حطيتها في كتابي خرافة الإلحاد، لعل من أهم الحجج في الموضوع، من أهم الحجج في الموضوع ميلاد الإلحاد الحديث. أنا قلت ميلاد الإلحاد الحديث، اتكلمت في المحاضرة السابقة عندما حدث الثورة العلمية 1543. إيه الموقف بعدها؟ زي ما قلنا كمية إلحاد كبيرة للغاية، حتى يكاد يكون الباحث المعاصر لما يربط ما بين الثورة العلمية والموجة الإلحادية يكون عنده عذر. ما أنا قلت المرة اللي فاتت إن نص أساقفة الكنيسة البريطانية ملاحدة، فإنما علينا أن نبحث ونحلل عشان نثبت إن ما عندوش عذر. هي القضية كانت إيه؟ لغاية الثورة العلمية ما بدأت كان كل التفسيرات التي تقدم لظواهر الطبيعة تفسيرات غائية، كل التفسيرات التي تقدم لظواهر الطبيعة تفسيرات غائية. ما سبب الأمراض؟ عقوبة من الله عز وجل. ما سبب الزلازل والبراكين؟ غضب الله عز وجل. ما سبب ظهور قوس قزح بعد المطر؟ ده وعد من الإله لنا إن المطر ده مش هيهلكنا كما أهلك قوم نوح من قبل. تفسيرات كلها غائية، والكنيسة متقبلة، والشعب الأوروبي متقبل، والجامعات، لأن أكسفورد وإدنبرا مؤسساهم الكنيسة، فما فيش مشكلة خالص. جاءت الثورة العلمية بمنظور مختلف تماما، ملوش دعوة العلم بالتفسيرات الغائية. العلم بيتكلم في الآليات. إذا كان تفسيرات غائية لماذا؟ العلم بيتكلم في كيف. كيف المرض يأتي إزاي؟ ميكروسكوب خلانا نكتشف إن فيه ميكروبات. إيه سبب الزلازل والبراكين؟ ارتفاع الضغط داخل جوف الأرض. إيه سبب كذا؟ تفسيرات كذا. طب ما الأمر يعني في انسجام، العلم له مجاله، الدين الآلية والدين له مجاله الغائية، كان موضوع يستقيم تماما. هذا المنظور يقوم عليه أو منظور محوري في القرآن الكريم، يعني غائية. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس. هنا ما بيتكلمش في آلية خالص، ده بيتكلم في غائية. ويجي في حاجة تانية يتكلم في آلية. وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. سبع مرات الآية دي في القرآن الكريم. يعني القرآن الكريم أزال الصدام اللي هيحصل دلوقتي اللي هنتكلم عنه ما بين مفهومي الآلية والغائية، مفهوم الديني ومفهوم العلمي. احنا بالنسبة لنا بنتقبله بسهولة ويسر جدا. المشكلة بقى ان الكنيسة رفضت التفسيرات الآلية وسجنت وعذبت وصلبت العلماء إلى آخره. كان طبيعي رد الفعل لما المثقف الأوروبي المعتاد يشوف إن تفسيرات العلم وجيهة، إن العلم قدم له متوسط حياة عالي جدا، بعد ما كان 30 سنة بقى 75 سنة، من 30 75، ده عندنا احنا كرجالة، السيدات 80 سنة، ده موضوع تاني. انما احنا يعني فمش كده وبس، العلم قدم ايضا قدرة تنبؤية. يقول للصياد ما تخرجش بكرة تصطاد علشان بحر العرب يحصل فيه عاصفة، وفعلا يحصل عاصفة في بحر العرب. وبالتالي العلم قدم أدلة ومستندات صدقه للمواطن. يبقى هنا دي نقطة مهمة قوي، أصل ده موقف نفسي، المواطن قبل العلم نفسيا. مفيش ما طلعلوش دليل يقول مفيش ربنا، مفيش أي اكتشاف واحد في تاريخ العلم يقول مفيش ربنا، فالعلاقة مش منطقية، العلاقة نفسية، العلم اكتسب ثقة. فدي قضية الحل. أنا طلب مني برضو أيضا من لجنة منظمة عندما أطرح شبهة أتحدث في كيف ندفعها ونخرج منها. الحل ببساطة جدا أن ندرك أن كل شيء
هو آلية وغائية. أنا ببلع الدواء بآلية، بالماء وحركات البلعوم والمعدة. الغائية من أجل أن يتحقق الشفاء على يد الله عز وجل. فلو أدركنا ده خرجنا من كل هذه المشكلة. وزي ما الكنيسة تطرفت وبطشت بالعلماء عندما استتب أقدام العلم، العلم عمل رد فعل ضد الكنيسة. أنتوا كنتوا بتقدسوا مفاهيمكم، إحنا نقدس مفاهيمنا. دي قضية رد فعل. دائما من فضلكم فلننظر إلى قضايا رد الفعل. الكثير مما يحدث من مصائب هو رد الفعل. أنا بضرب مثال دائما بحركة النسوية، النسوية الأنوثية، رد فعل ضد تطرف ذكوري، ضد ذكورية كانت في الغرب وفي بعض المجتمعات في الشرق أو إلى آخره. فلا بد أن ندرس دور رد الفعل. فظهر مفهوم العلموية، تقديس العلم، وما فيش غير العلم هو اللي قادر على الإجابة عن كل التساؤلات الميتافيزيقية والمادية، برغم أن العلم يعجز عن تفسير الماديات. ما طبيعة المادة؟ العلم ما يعرفش يقول فيها كلمة. إنما ظهر مفهوم العلموية كرد فعل لتطرف ديني من الكنيسة، وحدث فعلا تأليه للعلم أو تأليها للعلم، وحدث تأليه للإلحاد. إزاي تأليه للإلحاد؟ هو يعني الإلحاد دين؟ بنسميه دين الإلحاد. ظل المصطلح غريب شوية لغاية ما قرأت المفكر طرح كلام عجبني جدا. قال هو من ضمن وظائف الدين إيه؟ أن يجيب عن الأسئلة الوجودية، من أين جئت؟ كيف يكون مصاري؟ إلى أين منتهاية؟ طب الإلحاد بيجيب زي الدين بالضبط. إزاي؟ من أين جئت؟ من عدم وتلقائي. ما مصاري؟ عيش زي ما أنت عاوز. ما مآلي؟ الفناء بعد الموت. يعني أجاب. لذلك يعتبر دين، بس دين من غير إله. أيوة البوذية أيضا دين من غير إله، ما هيش مشكلة. فدي القضية اللي احنا بنتكلم عنها، وبذلك العنوان تم الاستغناء بالعلم عن الدين. ادي اول حجة او اول سبب الحادي. في حدث حديث من الأسئلة ومن فضيلة الدكتور كهلان عن أهمية تجديد الفكر الديني. دي قضية طبعا مهمة للغاية، مش هنتكلم فيها دلوقتي. من الحجج الإلحادية إن الملحد يقول إيه؟ شوف أنا معاك إن العلم ما ينفيش وجود الإله. يقولك العلم ما ينفيش وجود الإله وما يثبتش وجود الإله. يعني هو ينطلق من أنه ما ينفيش وما يثبتش. عشان كده ريتشارد دوكنز يقول إذا كان درجة الإلحاد الأقصى 7 فأنا ملحد 6.9، مش 7، عشان ما عنديش دليل من العلم على عدم وجود الإله. ويحتج بإيه؟ بأن العلوم الطبيعية بتتعامل مع العالم المادي. فانتوا المتدينين بتقولوا الاله غير مادي، الاله غيب، فالعلم يتعامل معاه ازاي؟ يبرروا كلامه. ردنا عليهم الامر مش كده. العلم ما بيتعاملش مع جوهر الشيء. يعني لما العلم يتعامل مع الجاذبيه ان يلقي جسم فيسقط، هو بيتعامل مع تاثير الجاذبيه، إن الجاذبية بتسقط الجسم. ما يقوليش ما هي الجاذبية. حتى طرح نيوتن وطرح أينشتاين بعد كده ما حدش يعرف ما هي الجاذبية، ومع ذلك الجاذبية قضية علمية. يبقى العلم بيعمل مع تأثيرات الجوهر مش مع الجوهر ذاته. ما نفس القضية مع الإله. العلم بيتعامل لنا مع كل صنائع الإله، ومنها نجزم بالوجود الإلهي. يبقى دي ده الرد على هذه الحجة إن العلم ملوش دعوة في الموضوع ده. هنا في نقطة مهمة، الفرق ما بين المنهجية المادية والفلسفة المادية. ده كلام مهم قوي.
العلم بيتعامل مع العالم المادي ولا يقبل تفسيرات ميتافيزيقية. جميل. هما الفلسفة المادية ايه؟ لا مش كده وبس، مرحلة تانية تقول ايه؟ بما ان العلم لا يتعامل مع الميتافيزيقا يبقى الميتافيزيقا ملهاش وجود. ده الفرق ما بين المنهجية العلمية المادية، منهجية العلمية مادية صرف وضروري ان تكون هكذا. من هيدخل في المعمل يبحث في الميتافيزيقا؟ انما ما نقولش اذا ما فيش غيب. ده الفرق ما بين المنهجية المادية والفلسفة المادية. من الحجج اللي بعدها اللي هي ادعاء أزلية الكون. الملاحدة، ودي نقطة مهمة أنا قلتها في آخر محاضرتي السابقة، إن مشكلة علم الكلام كله بيقوم على أن الكون حادث، ولابد للحادث من محدث، والحادث يتسلسل الأسباب والتسلسل إلى ما لا نهاية يمتنع. علم الكلام كله بيقوم حوالين كده، فيجي يقول لك إيه؟ الكون أزلي. يبقى كل الكلام بتاع التسلسل والكلام ده ما يلزمش. فلابد أن ننتبه ونعرف نرد على هؤلاء. لا، العلم أثبت أن الكون ليس أزليا. أينشتاين كان وهو بيبني نظريته النسبية وقفت في وشه قضية أزلية الكون. المعادلات بتاعته مش ماشية مع أن الكون أزلي، فاضطر يعدل في المعادلات عشان تمشي مع أن الكون أزلي، لغاية إدوين هابل اللي بتاع مرصد هابل سنة 1929 سجل أن المجرات تتباعد. تتباعد يعني هي النهاردة هنا، امبارح كانت أقرب، امبارح كانت أقرب، امبارح أقرب، لغاية ما تبقى نقطة واحدة اللي هي حطوا نظرية الانفجار الكوني الأعظم، وأثبت إدوين هابل أن الكون له بداية من 13.7 مليار سنة. وسافر أينشتاين من شرق أمريكا عشان يقابله في غرب أمريكا ويشوف أدلته ويسمع منه بنفسه. الموقف ده أن الكون له بداية يشهد الله. أنا دائما أقول لو قول الحق عز وجل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، لو لم يكن في القرآن الكريم غير هذه الآية الفلكية لكفتني كدليل على الوجود الإلهي. لموسعون، لموسعون. طب ما التفسيرات القديمة قالوا جعلناها واسعا أو وسعنا للإنسان في رزقه، أيهم اللفظ يحتمله أكتر؟ موسعون اللي هو النظرية اللي بتتكلم عن سلوك الجسيمات الأصغر من الذرة، الجسيمات تحت الذرية، دي نظرية الكوانتم. قال بس للطائي ربنا يكرمه ان ايه، هم قالوا ان خلاص الكوانتم نفت السببية، يبقى مش محتاج لإله. الكوانتم نفت السببية ليه؟ اصل السببية في الفيزياء حتمية. يعني ايه؟ يعني انا لما اسيب الجهاز ده حتما هيقع، تبقى ليه سببية، جاذبية سبب لسقوطه. جميل. ولكن في الكوانتم لا، انا لما اسيب الجهاز ده في احتمال ضئيل للغايه انه يطلع لفوق لو كان جسيم تحت ذري، او يجي يمين او يجي شمال او يطلع لقدام او يرجع لورا. بالتالي السببيه مش حاكمه. دكتور باسل الطائي اوجد لنا المخرج ربنا يكرمه، اتكلم عن حاجه اسمها العامل المرجح. يعني ايه؟ طيب ما الجسم ده ممكن يطلع وممكن ينزل يمين وشمال، انه يطلع لفوق ده احتمال ضئيل جدا، انما وقت نشأة الكون تطلبت الامر ان جسيمات تتبع الاحتمال الضئيل جدا، تسيب احتمال 99% جسيمات وتمشي تبع احتمال 1%. ايه اللي يخليها تمشي على الاحتمال الادنى؟ لابد من عامل مرجح زقها في السكة دي، ومن ثم يصبح العامل المرجح من أقوى الأدلة الفيزيائية على الوجود الإلهي. أنا متعمد أبين دي يعني كان فيها بعد شوية. طبعا مجادلة الشر والألم من ضمن الحجج الإلحادية القوية، مجادلة الشر والألم. أبيقور
من 2500 سنة قال لو الإله يعني قادر يمنع الشر وما بيمنعوش يبقى شرير حاشا لله، لو مش قادر يمنع الشر اللي بيحصل في الدنيا يبقى عاجز حاشا لله. جه سير أنتوني فلو اللي هو كان راجل ملحد وبعد سن 80 سنة قال أن هناك إله. سير أنتوني فلو قال كلمة جميلة جدا، قال طيب ما هو كلام أبيقور ده ملوش علاقة إن في إله ولا لأ، ده ليه علاقة بسمات وصفات الإله، قادر ولا عاجز، رحيم ولا شرير. دي نمرة واحدة، ده كلام أنتوني فلو. النقطة الثانية إن قضية الشر والألم مشكلة في المسيحية، لأن عندهم الإله محبة فلسطوب بس، ده لدرجة إنه بيفدينا بابنه. إزاي يبقى محبة ويسمح بكل هذه الشرور؟ دي مشكلة عندهم، عندنا إحنا مش مشكلة، لأن إحنا نعرف أن ربنا جمال وجلال. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. من صفاتي أنه قهار، يعني قهر من عند ربنا؟ أيوة قهر من عند ربنا. أن ندرك أن ربنا جمال وجلال وأنه يبتلينا بالشر، الشر الأول خدوا بالكم، ويبتلينا بالخير حلت المشكلة. هنا يجي الملحد لما بيجي يكلمك في النقطة دي يقول لك إيه؟ أنت هتفسر لي المعضلة اللي أنا بطرحها عليك بمنظورك أنت؟ ده فسرها لي لا لا، أنا مش مؤمن بمنظورك، أخدها إزاي؟ أنا مش بفسرها له بمنظوري، بقول له إذا كان منظورك أنت يعجز عن التفسير فأنا عندي المنظور القادر على التفسير اللي هو أنها ابتلاء وأن ربي جمال وجلال. دي القضاء، عشان كده أنا ما بسمهاش معضلة الشر خير وشر، بسميها مجادلة الشر والألم. الكلمة الأخيرة اللي بيطرحوها، الحجة الأخيرة، من خلق الله؟ الله يرحمه دكتور مصطفى محمود قال وأنا في صبايا تسألت هذا السؤال، وأنا أيضا في صبايا تسألت، وحضراتكم معظمكم في صباكم تسألتم. ما هو بيقول لك إيه؟ أنت بتثبت لي وجود الإله بأن الكون لابد له من موجد، أنا هقبل. طب الموجد بتاع الكون ده من هو الموجد بتاعه؟ بتيجي القضية هنا. هنا في رد في الحقيقة عجبني جدا من سير أنتوني فلو في كتابه هناك إله، وأنا لخصته في كتابي رحلة عقل. بيقول إيه؟ بيقول أنتوا يا ملاحدة مستغربين ليه إن إحنا بنقول إله أزلي أنشأ الكون، ما أنتم بتقولوا بكيان أزلي أنشأ الكون اللي هو الطبيعة. يعني بيقول إحنا الاثنين المتدينين والملاحدة يتفقان أو يتفقوا على منشئ أول على منشئ أول للكون أزلي، بس هو الطبيعة ولا الإله؟ ويقول تعالى بقى نتأمل الصفات بتاع المنشئ الأول، نشوف تمشي مع إله ولا مع الطبيعة. الطبيعة هي الزمان والمكان والمادة والطاقة، والبيج بانج أو الانفجار الكوني أثبت إن دول حادثين من 13.7 مليار سنة، يبقى ما هماش أزليين، يبقى ما ينفعش ينشئوا الكون. وخلصت وخلصت. بيعجبني هنا قول قرأته في كتاب قصة الإيمان للشيخ نديم الجسر، بيقول في إيه؟ أنا شخصيا، أنا عمرو شريف حتى بقول أنا شخصيا لا أستطيع أن أتصور موجودا لا موجد له، بأمانة لا أتصور. تقول لي أيوه ده موجود، أنا لا أتصور. ليه؟ أصل عقلي فطر على الربط دائما بمنظومة السببية، لا أتصور. ولكن لما بنقول تسلسل يمتنع، ولما نوصل لدرجة ضرورة أن يكون هناك موجد أول ليس له موجد، يبقى ده التعقل. التعقل يبقى إذا كان تصور الموجد الأول الذي لا موجد له يستحيل، فتعقله حتمي، لابد أن تتسلسل. عشان كده بيقول مصطفى محمود رحمه الله غلطتنا أن احنا جعلنا
الموجد الأول، الخالق الأول. من خلق الخالق الأول؟ ده يبقى الغباء هنا في السؤال. احنا بنقول الخالق الأول، ما جيش تقول لي من خلق الخالق الأول.